على عكس ما تمناه كل مصري، انتهى حلم المونديال بتوديع التصفيات. لم يحالفنا التوفيق في الوصول لكأس العالم بعد الخسارة من السنغال بركلات الحظ الترجيحية في أجواء غير عادلة بالمرة على لاعبي المنتخب الوطني، بالاستقبال السيء للبعثة وتوجيه السباب لنجوم المنتخب، واستمرت بالمضايقات حول البعثة خلال التدريبات وحتى الوصول لملعب اللقاء، وانتهت بكل ما شاهدناه في ملعب المباراة من الجماهير والقائمين على التنظيم. مباراة للنسيان تخلى فيها التوفيق عنا لتصعد السنغال للمونديال في مشهد غير عادل، ولكنها ليست نهاية المطاف، فالمنتخب الوطني يمتلك قوام مميز ويضم العديد من النجوم القادرين على العودة سريعا، خاصة مع وجود تحدي جديد لمنتخبنا خلال عام 2023، وهو المنافسة على لقب أمم إفريقيا في كوت ديفوار. خسارة منتخبنا لبطاقة التأهل للمونديال صعبة وموجعة، ولكنها ستكون بداية جديدة للمصريين، بداية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وترتيب البيت من الداخل قبل الفترة المقبلة. لذا علينا العودة سريعا والتحضير لكأس الأمم الإفريقية وحسم كافة الملفات العاجلة، ومن بينها موقف المدير الفني بعد انتهاء عقد كيروش بتوديع تصفيات المونديال وفقا للعقد المبرم بين المدرب البرتغالي واتحاد الكرة. لذا يجب حسم هذه الأمور سريعا لبدء التحضير للمستقبل.